وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم بدايه حلم. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. قبل ما نبدا حلقتنا هنطلع بتقرير من خارج مصر مع المهندس احمد شاكر ونرجع لكم تاني. أغلب الأجهزة الإلكترونية والسيارات ومحركات الطائرات والصواريخ بتحتاج لمعدن مهم جدا في تصنيع الأجزاء الداخلية الخاصة بها. المعدن ده اسمه الكولتان. الميزة الكبيرة في المعدن ده إن هو مقاوم للحرارة، بمعنى إن الأجهزة الإلكترونية اللي بيتم عليها عمليات كبيرة جدا من عمليات التشغيل والمعالجة ممكن إنها تنفجر مع كثرة الاستعمال لولا وجود هذا المعدن، بالإضافة للسيارات والطائرات وغيرها من التطبيقات اللي بتحتاج لمواد مقاومة للحرارة للحفاظ على منتجاتها. والكولتان اللي عليه الصراع كبير جدا في العالم ده بيتمركز في 5 أماكن: البرازيل، كندا، استراليا، جمهورية الكونغو، وبعض أجزاء في أفريقيا. إلا أن أكثر من 60% من الكولتان الموجود في العالم موجود في جمهورية الكونغو. وجمهورية الكونغو زي ما احنا عارفين موجودة في وسط أفريقيا، وأغلب الكولتان الموجود فيها موجود في شرقها. ومنذ التسعينات وحتى الآن هناك صراع كبير جدا بين الميليشيات المسلحة في جمهورية الكونغو، وده من أجل السيطرة على مناجم الكولتان وتصديرها إلى الدول الغربية. في عام 1998 قامت حرب في جمهورية الكونغو راح ضحيتها 4 مليون شخص بسبب الصراع على مناجم الكولتان، وتم إيقاف هذه الحرب عام 2003 باتفاقية وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة. وجابوا أكبر الشركات الموجودة في أمريكا وأوروبا عشان توقع على هذه الاتفاقية إن هي لا تحصل على أي مواد ومعادن في منتجاتها من المناطق التي يوجد بها صراعات، بمعنى أنهم يحصلوا على المواد والمعادن اللي بيستخدموها في المنتجات بتاعتهم من أماكن بيسموها conflict free أو ليس بها صراعات. لأن كمان الميليشيات اللي بتستخرج الكولتان دي بتستخدم عمالة الأطفال وبتدخل في صراعات قبلية كبيرة جدا من أجل الحصول على هذا المعدن المهم. شركات زي أبل، سامسونج، إل جي، إنتل، 3M، مايكروسوفت، سوني، وبعض شركات السيارات زي فورد وهوندا وغيرها، كل الشركات دي خضعت لهذه الاتفاقية وإلى رقابة شديدة على مصادر الكولتان في منتجاتهم. وطبعا نظرا للحاجة الكبيرة للكولتان في هذه الصناعات، لجأت هذه الشركات إلى استخدام أكثر من وسيط حتى يحصلوا على هذا المعدن من جمهورية الكونغو عن طريق شركات موجودة في أسيا وأوروبا، اللي بيتم عن طريقهم نقل الكولتان من دولة أفريقية إلى أخرى حتى تصل إلى هذه الشركات. ورغم أن الشركات دي بتقدم شهادات بتثبت أن هي حصلت على الكولتان بطرق مشروعة، إلا أن الحقيقة أن أكبر الشركات الموجودة في العالم بتمول هذه الميليشيات من أجل الحصول على أكبر قدر من الكولتان. الكولتان مش بس بيستخدم في التكنولوجيا والصناعة، ده له استخدامات تانية مهمة جدا في مجال الطب، وده لأنه يسبب أي استجابة مناعية في جسم الإنسان، عشان كده بيستخدموه في صنع الأجهزة الجراحية كبديل للعظام وكوصلة للأعصاب الممزقة وكعامل مهم جدا لربط العضلات. كذلك الكولتان كان له دور مهم جدا في صناعة الهواتف الذكية اللي موجودة معانا النهاردة، وده لأنه بيسمح بتخزين الشحنات الكهربية في مكثفات صغيرة جدا، عشان كده خلى الهواتف الذكية نحيفة، بالإضافة إن هي حافظت على حرارة الجهاز لمزايا الكولتان المقاومة للحرارة. في أمريكا سنة 2010 صدر من لجنة الأوراق المالية والبورصات قانون معادن النزاعات بيطلب من الشركات المصنعة إنهم يكشفوا للمستثمرين هل الكولتان اللي بيستخدموه ده جاي من أماكن سلمية ولا من أماكن الصراع. وكذلك البرلمان الأوروبي عام 2015 أصدر قانون بيحظر استخدام معادن الصراع. دي كانت فكرة سريعة عن معدن الكولتان، ونلتقي في حلقات أخرى قريبا، وإلى اللقاء. رجعنا لكم بعد التقرير وبنشكر المهندس أحمد من خارج مصر. والنهاردة هنرحب بالشيف هاني عيسى. أهلا وسهلا بك يا شيف. أهلا بك يا فندم. كل عام وانت بخير. وانت بخير يا فندم. الشيف هاني دايما بيجهز لنا أكلات جميلة، والنهاردة هنشوف هو مجهز لنا إيه. عامل إيه يا شيف النهاردة؟ إن شاء الله هنعمل طاجن عكاوي، هنشوف مع بعض هنعمله إزاي. وهنعمل كفتة فرنساوي أو كفتة فرن، وإن شاء الله الطريقة تعجبكم.
وهنشوف طيب مع بعض ممكن هنعملها نعرف ازاي. الطريقة سريعة كده يا شيف قبل ما تبدأ؟ هنعمل الطاجن العكاوي الاول، هنشوف الطاجن العكاوي هياخد معانا ايه. هتبقى عكاوي طبعا، العكاوي احنا عارفين العكاوي ديت ايه، من ديل الذبيحه، ودي بتبقى اغنى يعني قيمه غذائيه، اعلى قيمه غذائيه في الذبيحه ماشي. ومكوناتها طبعا بتاخد بصل، فلفل اسمر، ملح، بلح جوز الطيب، لحم طماطم. لحم طماطم اللي هي كمية كام متقطع يا كده، شيف؟ نعم كمية كيلو كيلو. تمام. فهنشوف مع بعض هنعملها ازاي. كده انزل بالبصل والزبده كده، وانزل بالعكاوي معاه. العكاوي واخده ملح وواخده فلفل متبله يعني متبله، ونقلب كويس كده. وهيبقى معانا ايتم تاني اخر اللي هو الكفته. مكونات الكفته كيلو كيلو لحمه، 100 جرام بصل مفروم، 6 جرام ملح، 6 جرام فلفل اسمر، 3 جرام بلح جوز الطيب، ونقلبها كويس وهنصبحها مع بعض. ماشي كده، شوف الطاجن الاول. وانزل بالبصل عليه كده. يعني انت كده حطيت بصل مفروم وبصل متقطع؟ لا، بصل مفروم يعني تتبيله العكاوي. التتبيله بس. التتبيله بصل وملح وفلفل اسمر وبلح الجس الطيب وزبده. وزبده. تمام. ندي البصل مرحبا مفروم. مريم يا شيف. يا اهلا، ازيك يا مريم؟ عامله ايه؟ ازيك يا مريم؟ عامله ايه؟ كل سنه طيبه يا حبيبتي. مريم احمد اجمل موهبه صغيره. فحابب الشيف بقى يا مريم. عامله ايه يا مريم؟ كويس. كل سنه طيبه. تعرفي تطبخي بقى ولا ايه؟ لا. لا، انت لازم تتعلمي الطبيخ. مش بتساعدي ماما في المطبخ؟ احنا قلنا ايه؟ 100 جرام بصل، و6 جرام فلفل اسمر، و6 جرام ملح، و3 جرام بلح جوز الطيب. طيب الناس واخده اللي مش بالك يا عارفه مريم؟ الجرامات، ممكن نقول معلقه؟ لا، هي المعلقه 3 جرام، 6 جرام يعني معلقتين. تمام. يعني 3 جرام معلقه بس، معلقه مش مليانه يا شيخ. مش مليانه قوي. صح كده؟ طبعا. هنتبل بقى طاجن العكاوي. ندي الفلفل الاسمر 3 جرام عشان هو متبل قبل كده، 3 جرام ملح، واتنين جرام بلح جوز الطيب، ونقلب. واخده بالك يا مريم؟ شايفه طاجن العكاوي بتعمل ازاي؟ راح البيت تعملين ماما. وننزل بالطماطم اللي هو لحم طماطم، مش طماطم نفسها، القشره اللي بره. نازع منها البذر ونقلب كده. وهنزل في الطاجن على طول عشان الوقت معانا قصير جدا. زي ما انتم شايفين كده، طريقه سهله جدا وممكن تعملوها في البيت، تبقى سهله جدا. هو عبد الرحمن كامل ابن اخي يعني مبسوط بالحته دي جدا. اللي هي طريقه سهله جدا. وممكن تعملوها في البيت. طبعا انا دلوقتي بندي بيون وهدخل الفرن على طول، واديها ترنشات بس من فوق كده الوش. وكده طاجن العكاوي كده خلص. خلاص ندخل الفرن على طول. هو هياخد تلت ساعة تسوية بالظبط. الكفتة طبعا احنا عملنا الكفتة، اعطينا مقادير 100 جرام بصل، 6 جرام فلفل اسمر، 6 جرام ملح، 3 جرام بلح جوز الطيب. هنقلب كويس كده مع بعض، نعجنها كويس. واخدة بالك يا مريم؟ مريم كانت عايزة تسأل حضرتك سؤال. يلا اسألي يا مريم. ايه أحلى أكلة الناس بتطلبها منك؟
احلى اكله الناس بتطلبها مني حاجات كتير. الناس كلها يعني. الناس كلها. انت بتحبي ايه؟ بني. هو على فكره يا مريم الناس طالبه مني الكفته النهارده. الناس طالبه مني الكفته، نعمل الكفته النهارده لان الكفته معظم الاطفال بتحب الكفته وعايزين يعملوها في البيت، فهي بتبقى سهله جدا. ماشي، بتحب الكفته؟ بحبها. هي اسهل اكله يعني محبوبه، هي المكرونه البشاميل بالفراخ، فراخ بانيه. انت بتحب المكرونه البشاميل بالفراخ البانيه؟ انا ما دقتهاش. بتحبي الكفته؟ بتحب الفراخ البانيه. طبعا هنسيخ مع بعض الكفته مع بعض كده زي ما انتم شايفين كده عشان الوقت بس قصير معانا. واخده بالك يا مريم؟ ايوه. تعرفي تعملي كده؟ لا لا، لازم تعملي واحده كده. زي لا زي ديت. هتوري الدكتوره منى اللي انت هتعملي ازاي. اوكي، متفقين؟ يعني هلبس كواتي. بس لازم تلبس كواتي. شايفه سهله ازاي؟ وطعمها جميل جدا. هتلبسي وانت تعملي ان شاء الله. طبعا اكيد بتحب الكفته. بتحب الكفته ولا لا؟ لا اكيد طبعا. مين ما يحبش الكفته؟ طبعا هي الكفته في اثناء الفرم واخده 100 جرام ليا اثناء الفرن. والتتبيله بتاعتها زي ما انتم عارفين، احنا قلنا 100 جرام بصل، 6 جرام ملح، 6 جرام فلفل اسمر، 3 جرام بلح جوز الطيب. احنا ما بنكترش بلح جوز الطيب عشان خاطر ما تطعمش معانا، بس هي الطريقه سهله. سهله جدا. وبعدين كمان يعني هي حلوه ما بتاخدش تسويه، هي 10 دقايق بالظبط. الطاجن العكاوي، احنا عملنا العكاوي، تبينا العكاوي، عطينا العكاوي بصل مبشور، ملح، فلفل اسمر، بلح جوز الطيب، ورق لورا، حبهان. دي تتبيله العكاوي. خلاص يا مريم تعالي بقى كده. عايزين لا لا خليها زي ما هي. خليك يا مريم لانها مش لابسه جوانت. صح يا مريم؟ محتاجه جوانت صح؟ طبعا هندخلها الفرن على طول كده. هي واخده الدهنه بتاعتها وكل حاجه، فالدهنه يعني حضرتك اثناء التسويه مش بتضيف لها اي مكونات ثانيه؟ لا لا، هي يعني خلاص زبده ولا هي بس هي واخده دهنه، هي بتنزل عصاره مع نفسها اثناء التسويه. فاحنا نشوف مع بعض كده بردك. لان طبعا هي الدهنه بتبقى واخدها بتنزل اثناء التسويه، بتنزل بتسرد العصاره بتاعتها. تمام. فبتبقى كلها ايه، ما بتاخدش تسوية، هي عامة 10 دقايق كده بتستوي. هي الطاجن العكاوي دي من يعني أحلى طواجن يعني بأمانة، يعني أنا بحبها. سهلة وغنية، غنية بالنسبة للقيمة الغذائية، غنية جدا جدا. حاجة سهلة ولذيذة. يعني هي كمان يعني أنا أكلتها في واحد خطاب. واحد خطاب دي من أروع الكرة اللي بتعمل بتشتغل شغل الشرقي، وبتشتغل شغل المندي. وبجد هو انا ليا صديقي هناك وزميلي هناك ماسك رئيس قسم الشرقي، يعني بامانه هو رائع في شغله هناك، اسمه الشيف علاء فايز. مبدع مبدع في الشغل الشرقي هناك. وهي القريه بتتميز بحاجات جميله جدا، هو طقم العمل طقم رائع، وسرعه في الاداء وسرعه في الخدمه. و هي دي نفس القريه اللي حضرتك بتشتغل فيها؟ هو انا لسه متعاقد معاه حاليا. بس بعملها شغل رائع فيها، وهي مبدعه في الخدمه ومبدعه في الاداء. لا احنا هنيجي نزورك بقى ونشوف بنفسك. يا تشرفينا دكتوره والله العظيم. ميرسي ميرسي. بالتوفيق دايما ان شاء الله. ان شاء الله. وتسلم ايديك من قبل ما ناكل. الله يخليك يا دكتوره. لان احنا صايمين دلوقتي. عامل ايه يا مرحبا؟ هي كويسه؟ ايه مريوم، عرفتي تعملي الكفته ازاي كده؟ بتديها ايه بقى؟ المكونات بتاعتها. احنا قلنا ايه؟ 100 جرام بصل، 6 جرام ملح، 6 جرام فلفل اسمر. تديلي ايه؟ مقاديري الايه؟ الكيلو كفته.
100 جرام بصل مبشور، 6 جرام ملح، 6 جرام فلفل اسمر، 3 جرام ملح جوز الطيب، ونقلبها كويس كلها مع بعضها. وهي بتتفرم واحنا بنفرمها بنديها 100 جرام ايه دهنه او طربع او طربع. مريم هتعمل الكفته النهارده في البيت، صح يا مريم؟ هي عامة طاجن العكاوي ما باخدش تسوية معانا، لأن هي طبعا عكاوي بتلو، العكاوي بتلو طبعا غير الشمباري خالص، الشمباري بتاخد وقت في التسوية، لكن العكاوي اللي بتلو ما بتاخدش هي تلت ساعة بالكتير يكون مستوي. معانا تليفون. ألو. أهلا نورنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ممكن أسألك طريقة الفراخ المشوية بعد إذنك؟ حاضر. ممكن يا فندم؟ وبعني حضرتك طريقة الفراخ المشوية. جميل جدا. ايه؟ البرنامج بتاع حضرتك جميل جدا. حبيبتي تسلمي لي، كل عام وانت بخير يا حبيبتي ورمضان كريم. ربنا يخليكي، وعايزة اهني بس لاولادي وجوزي جمعة العيد، رنا وياسين ومحمد، ربنا يخليهم ليا. ربنا يخليهم يا حبيبتي. وبجد القناة جميلة وحضرتك جميلة جدا. حبيبة قلبي كل سنة وانتم بخير يا رب. ربنا يخليك. سلمي لي عليهم كلك والله. ربنا يخليك يا مرانا. تسلمي. وكل عام وانت بخير. وطريقة الفراخ المشوية اقول لك ان بتتقبل من شكرا يا مرانا. طريقة الفراخ المشوية طبعا احنا بنبشر، نديها بصل مبشور، نديها ملح، نديها فلفل اسمر، بنديها ممكن نديها كزبرة خضراء. كزبرة خضراء جميلة جدا. الكزبرة الخضراء دي انت ممكن تدخليها في انواع الاكل كله. مفيدة جدا وبتدي طعم في كل حاجة. ممكن نديها كزبره خضراء، وطبعا نديها بلح جوز الطيب. والفراخ المشويه بالذات احنا ممكن يعني في حاجه تبقى سريعه معاكي برضو، نجيب الفرخه من عند المفصل كده، نعملها بالسكينه بطرف السكينه كده عشان خاطر تساعد في التسويه معانا، ونعمل الصدر كمثل برضو، ونسيبها في التتبيله بتاعتها اكتر ساعه عشان تدينا طعم وتست. وبعد كده في ممكن ندخلها الفرن، لو عندك شويه فحم صغيره في البيت ممكن تشويها على الفحم، افضل واحسن وصحيا كمان. مفيش شوايه فحم، ممكن ندخلها في الفرن كده. اهلا شروق. الو. الو. اهلا شروق. ازي حضرتك يا كيف؟ اهلا شروق. لو بعد اذنك وطي التلفزيون. ايوه اتفضلي. قفلت الخط. قطر قفلت. انت عرفتي منين ان هي قفلت؟ معرفش. انت عامله ايه يا مريم؟ كويسه. مش تعرفينا بنفسك بقى يا مريم؟ يلا. اسمي مريم، عندي 7 سنين. بتحبي بالاكل؟ لا، موهبتك. هو انت الاكل خلاص يعني شغلك قوي؟ بتحبي موهبتك؟ هي فتره بقى هو. لا فتره. فتره لسه شاربه ميه دلوقتي. هتقولي ان انت صايمه؟ عندك كام سنه؟ عندها 7. 7. بسم الله ما شاء الله. لسه بدري. لا هي لسه بدري فعلا. هيا مريم. عندي 7 سنين ونص. ايه؟ 7 سنين ونص. عندها 7 سنين ونص. تمام. ربنا يبارك فيك يا ندى ويحفظك من كل سوء كده يا رب. والسنة الجاية إن شاء الله تصومي. إن شاء الله. إن شاء الله. قول لنا بقى. أوكي. موهبتي. بتحبي تشتغلي في المطبخ مع ماما؟ أهلاً أستاذ محمود. ألو السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً بحضرتك. أهلاً بحضرتك. كل عام وحضرتك بألف خير. حضرتك انا عايز اسال على اللحمه المفرومه. اتفضل حضرتك. يعني بمعنى ايه اللحمه المفرومه؟ كفته مثلا؟ كفته، يعني اعملها كفته يعني على الفحم. كفته على الفحم. انت حضرتك هتجيب كيلو لحمه مفرومه، تديه 100. شكرا يا استاذ محمود. تديه 100 جرام دهنه وهو بتفرم و 100 جرام بصل مبشور، و 6 جرام ملح، و6 جرام فلفل اسمر، و3 جرام بلح الجوز الطيب،
وممكن تديها كزبره خضراء مفرومه وتعجنها كويس وتسبحها وتسيبها مثلا يعني ربع ساعه ونص ساعه كده، وتسيخها في السيخ زي كده، وعلى الفحم على طول، وبألف هنا. الطريقه سهله، الطريقه سهله جدا وممكن تعملها في البيت. مش عايزه تسالي الشيف على طريقه؟ يلا يا مريم. مش عارفه انت بتاكلي وخلاص؟ لا هي مريم بتساعد ماما في المطبخ ولا لا؟ لا. ليه كده يا مريم؟ عشان البوتاجاز مش بعرف اولعه ومبعرفش اقطع. لا 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 انت بصي واحده واحده مع ماما. ده مبرر جميل. واحده واحده مع ماما وتتعلمي كل حاجه ان شاء الله. اوكي قولي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. انا عندي نسمه بنتي ايه بسم الله ما شاء الله. ربنا يخلي يا رب. يخليك يا رب. النسمه اللي طالعه لبابا هتطلع شيف ان شاء الله. هتطلع. بتحب الاكلات الشرقيه اكتر، شغل الشرقي اكتر؟ لا انا بحب انا تخصصي الشرقي بس بحب شغل الاسماك اكتر من الشرقي. انا بحب الاسماك جدا وبحب شغل الاسماك جدا يعني، وبشتغل يعني شغل الغربي حلو جدا برضو يعني، بحب شغل الغربي. وسبق قلت اللي انا اتعلمته من الشيف محمد جمعه وربنا يبارك فيه ويطول في عمره ويخليه لنا يا رب، ويتمنى يكون سمعنا، وبقول له كل عام وانت بخير يا حبيبي. حضرتك كان شغلك كله خارج مصر؟ هو الشغل في البدايه كان في الغردقه. قعدت يعني 8 سنين في الغردقه، بس الثمان سنين دولت انا اتعلمت الشغل اللي هو يعني داخل مصر. داخل مصر اتعلمت اللي هو الشغل الايطالي الفرنساوي المصري الاورينتال، لان احنا عندنا في الفندق كل يوم بيبقى ايتم شكل يعني، النهارده فرنساوي بكره اورينتال كده يعني. كده جاهز؟ الكفتة كده خلاص؟ ما اخدش وقت. ايه بقى اللي على البوتاجاز؟ دي بيوم بقى بيستخدموه في اي حاجة معايا. يعني بستخدمه زي الطاجن العكاوي، بدي منه العكاوي. البيوم ده بيبقى واخد حبهان ورق جراولة وكده ملح وفلفل. العكاوي استوى كده زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله ما شاء الله يا شيف، تسلم ايديك. يعني هو كده استوى يا شيف؟ هو كده استوى طبعا، لان معدل تلت ساعة. لان طبعا بالنسبة للكفتة الكفتة خلاص، لان الطاجن العكاوي بتلو طبعا ما باخدش وقت زي ما احنا قلنا، بياخد تلت ساعه، معدل تلت ساعه، لكن الشمبري ممكن يقعد ساعه. الشمبري ممكن يقعد ساعه علشان السوا. السوا ممكن نشوف كده زي ما انتم شايفين كده، وهو طبعا بيبقى غني جدا. جوحتنا يا شيف. يا الف هنا. نشوف الكفتة. الكفتة زي ما انتم شايفين كده برضو استوت، واحنا قلنا ما نداش اي حاجة عشان خاطر بتنزل العصارة بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. هو المفروض ندي بقدونس ولا حاجة في الطبق. بس احنا بس كده ريحتها جميلة جدا فعلا. تسلم ايديك يا شيف. لا دي قرنش على فكرة. جوحتنا. بقولك تسلم ايديك يا شيف، جوحتنا. كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا فندم. حط الوردة دي في النص. الوردة دي في النص كده. ودي طريقة الكفتة الفرن. احنا زي ما قلنا مع بعض ما بتاخدش وقت في التسويه خالص،
ما تاخدش وقت في التسوية خالص. والمكونات بتاعتها زي ما قلنا بندي 100 جرام دهن اثناء الفرم، 100 جرام بصل مبشور، 6 جرام ملح، 6 جرام فلفل اسمر، 3 جرام بلح جوز الطيب، ونقلبها كويس ونعجنها كويس ونصبحها ونرصها في الصينيه بدون اي حاجه ولا زبده ولا اي حاجه، لان هي بتنزل عصاره عشان بتبقى واخده دهنه واخده حاجات، بتنزل عصاره زي ما انتم شايفين كده. خلاص الحلقه خلصت يا شيف، بنشكرك على الاكلات الجميله دي، وفي انتظار ان شاء الله اكلات تانية ان شاء الله يعني بعد العيد بقى ان شاء الله في العيد اكله جميله كده ان شاء الله باذن الله، هنكون فطرنا بقى وايه نقدر ان شاء الله باذن الله. وانا بشكر الساده المشاهدين وبقول لكم واتمنى اكون عند حسن ظنكم، ويا ريت تشاهدوني على اليوتيوب باسم الشيف هاني عيسى، وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا فندم. كل سنه وانت طيبه يا مريم. وانت طيب. يلا نختم الحلقه. نقول لهم الى اللقاء. مش هيدوا لكم كفته يا مريم. حلقه جديده. في حلقه جديده. من برنامج بدايه حلم. الى اللقاء اعزائي المشاهدين. باي.